ما حكم لعن المؤمن؟ الجواب: لعن المؤمن من كبائر الذنوب، ولهذا جاء في الحديث أن اللعنة إذا وجهت لشخص فإن كان أهلا لها فهو أهل لها، وإن لم يكن أهلا لها عادت إلى قائلها، تعود إلى قائلها. فاحذر أن تلعن شخصا ليس بأهل اللعن. ولعن المعين حرام حتى ولو كان كافرا، فإنه لا يجوز لك أن تلعنه، لأن الله تعالى قد يرحمه ويهديه للإسلام. ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل وغيره من أئمة الكفر قال الله تعالى له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما إذا كان المعين قد مات على الكفر فلا بأس بلعنه، كما لو علمت أن شخصا من الناس مات على الكفر فإن لعنه جائز. ولكن مع ذلك ليس من الأفضل أن تلعنه، لأن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان، وقد كفاك الله عز وجل، فإن الكافر إذا مات على كفره فهو ملعون، كما قال تعالى في هذه الآيات: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا.